اكتر من مئات الباحثين اللي هم اشتغلوا على الهرم، سواء اهرامات الجيزه او الاهرامات الموجوده في حتت كثيره في العالم، فثبت ان دي كانت مراكز طاقه وان دي حضاره متقدمه جدا كانت موجوده في وقت من الاوقات. لما نرجع للهرم الاكبر، الحجيرات اللي موجوده هم مانعين دخولها، ما اعرفش ليه، انما موجوده الحجيرات ديت، دخل الاجانب فيها وعملوا ابحاثهم والكلام ده كله. بنطلع من الكلام ده كله ان احنا كان هذا، يبقى اذا الهرم ده كان اكبر مركز للطاقه، وكان الطاقه الكهربائيه والميكرويه والطاقه مش لغايه ما وصلنا الطاقه النوويه والكلام ده كله. معنى كده ان الطاقات الحره، وحضرتك قلتي لما 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 في نص منتصف القرن اللي فات وتعملت الطاقات الحره وقدت لكي يبقى في سيطره معينه على العالم بطريقه معينه، وده مرتبط بموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، موضوع الماسونيه، ان هناك جهه اخرى اكبر مخفيه بتسيطر على العالم. احنا في مصر هنا ميه بتدور، يعني انت قلت حاجه بسيطه جدا فانا قاعد افكر فيها، مش ميه بتدور يعني ميه بتلف كده، اما بتلف بتعمل مجال مغناطيسي، اذا اتقطع باي حاجه سلكي كده هيطول الكهرباء على طول. نقدر نعمل ده عندنا؟ طبعا احنا نقدر نعمل ده، وغير كده يعني الميه لوحدها ليها اكثر من طريقه. يعني احنا مثلا لو نلاحظ مثلا الفلاحين او في الصعيد كان يجي عشان يشق حجر، يجي بالليل مثلا يوم غارز في فلقه في مثلا حته خشب ويوم بليلها ميه ويروح ينام، يسيبها تاني يوم يلاقيها مفلوقه. ده نفس اللي لاحظه فيكتور شوبرجر، القوه المتعدده الماء، مش بس طاقه الفورتكس، المستويات المختلفه للماء او اللي احنا بنسميها طاقه البرزخ بالعربي، دي من احد الطاقات اللي على فكره مستخدمها. بس هو الماء كان عشان بيخلي الخشب يتمدد. ايوه، يعني انا قصدي ان الطاقه الموجيه، الطاقه كقوه، طاقة التوليد الكهرباء المائية مجرد بحركة المياه بس، غير بعد ما نستخدم ان اصلا الفورتكس المائية او الدوامة المائية بينشأ عنها قوة مغناطيسية قادرة على توليد الكهرباء. النقطة بقى ان المية لها يعني باع كبير جدا، ممكن لما نفتح الطاقات الحرة نفتح بقى ايه اشكال متعددة. الطاقة الشمسية، احنا في استخدامات للطاقة الشمسية اكتر من الفوتو سيلز والكلام ده كله، الكلام اللي احنا بنقضي فيه ده كله، بس عشان يعني ما نحطش على موضوعنا ممكن نبقى نفتح بقى موضوع الطاقات الحرة. في تجارب كتير في مصر، وعلى فكرة معظم التجارب الكتير عملها ناس صغيرين وناس في الفلاحين وناس كذا، وعلى درجة عالية جدا من الذكاء، ومواتير بتمشي بالهواء، مواتير وازاي يولدوا هيدروجين بزباله الالومنيوم مع البوتاس، دي اشتغل فيها ناس كتير في مصر. بوتاس اللي هي البوتاس الكاويه، البوتاسيوم، لا البوتاس صودا كاويه، اللي هي صودا كاويه اللي بيعملوها في الغسيل دي، دي مع زباله الالومنيوم. في واحد يعني ان شاء الله هنفتح الموضوع دوت واجيب لكم تجربه من ناس بسيطه جدا في مصر لكن مخها عالي جدا في الذكاء. بس احنا بنقف عند حته، هو بنقف عند حته ليه؟ لان في سياسه عامه مفروضه على الدول بعدم تبني هذه المشاريع، وهذا ما يجب ان يتغير. ان لازم يكون في تبني لمشاريع الطاقه الحره على مستوى الدوله ورعايه هؤلاء الباحثين، سواء يعني على فكره في ناس من البسطاء اكثر تخصصا من المتخصصين او الدارسين، لان هم يعني انا هفاجئك بواحد، اسامه ده اللي من وراق، هفاجئك الاسبوع الجاي ان شاء الله، وهو بيعمل الموتور اللي بيبرد حركه من الميه برضو، ولا شو حاجه زي اللي حضرتك بتقولها دي. اسامه طالب على فكره اكتر الناس اللي اشتغلت الناس الصناعيه. ليه؟ لان انت وانت صناعي ما ينفعش وانت اكاديمي مش هتخترع طول ما انت قاعد على مكتب. الناس اللي هي في الشارع وفي الشغل وقاعده في البتاع هي اللي بتلاحظ وبتفكر فتعمل الحلول، فبالحلول بتكتشف امور. فمعظم الناس محمد تركي كده اللي عمل موتور العربيه بالهواء ده، ما هو كده، ما هو ميكانيكي. وانا في قدامي 100 حد، يعني انا مثلا مختلطه يعني ما بقعدش على مكتب، انا مختلطه بتاع مختلطه، فانا اعرف ناس كتير يعني اكتشفوا حاجات ما وصلهاش الاكاديميين وبنسبتها بنسبه صحتها. ففي يعني ممكن مثلا ان شاء الله نفتح مثلا موضوع الطاقه الحره، اجيب لحضرتك نماذج بقى، يعني لو حد دخل على مثلا اليوتيوب على الفري انرجي هيلاقي في مصر مثلا ما لا يقل عن مثلا 500 فيديو لممارسات ناس بسيطه وطلبه وناس باحثين وكذا، حاجات رائعه، وفي في العالم وفي في الدول العربيه وفي في الاردن بس كله وفي في كذا، كله ما بي لا يوجد جهه تتبنى هذا، مع ان احنا محطوطين، ربنا مدينا كنز لا حدود له، واحنا ربنا مدينا كنز
هوكنز. لا حدود له. الشمس. من الطاقات، مش بس الشمس على فكرة، احنا بناخد كمان طاقات نجمية، احنا بناخد طاقات من الكون، بناخد طاقات أثرية متعددة، في طاقات ذبذبية عالية جدا في الكون احنا ممكن نستفاد بيها. هم استفادوا مثلا بالطاقة الأثير في توليد اللي هي مثلا طاقة الأرجون، استفادوا بالطاقة ده قدماء مصري. في طاقة رنين في الأرض وطاقة ذبذبات في الكون، هنتكلم عن الرنين دي اللي بنوا بيها الهرم. طاقة الرنين دي بقى اللي بيخلقوا بيها، اللي بيولدوا بيها الطاقة الميكروويه الهائلة، ان هم خدوا طاقة الرنين. ممكن نشوف برضو في ملف الهرم كمولد طاقة اللي هو توليد الطاقة الميكروويه. برضو الهرم بالنسبة لقطر الأرض يقع برضو في منطقة اللي هي بتاخد أعلى طاقة رنين خاصة بالأرض. طاقة الرنين دي من الطاقات الطبيعية اللي في الأرض، وهي طاقة يعني بتاخد الذبذبات. في برضو صورة أخرى ليها، يعني ده موقع الهرم بالنسبة في اللي هو توليد الطاقة الميكروية، توليد الطاقة الميكروية. مهم إن هي موقع الهرم بالنسبة لقطر الأرض، وبالنسبة لأن هو برضو على النقطة من أكبر النقاط الدوامية، بيوصلوا طاقة رنين هائلة من كذا مصدر، سواء من الفورتكس نفسها، سواء من الطاقه الرنيه بتاعه الارض، سواء من حركه الـ 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 الارض. نخلي الصوره دي شويه، معلش خلي الصوره دي شويه. حركه الارض نفسها بتعمل نوع من الذبذبات، زائد ان الحركه دي فيها رجرجه، دي بتادي برضو لرنين اكتر. في تجميع لطاقه الرنين دي بنفس الطريقه بيتم عن طريق، يعني في ملفات برضو داخل الهرم شبيهة بما احنا قلنا عليه اللي هي هيلموت كويلز، ودي بتوصل طاقة الرنين، بتفلترها، بتوصلها كموجات صوتية على نفس سقف كوارتس. حجرة الملك اللي فيها الكوارتس، خمس طبقات كوارتس. ده غير بقى ان في مسارات ليها، نفس المسارات نفسها معمولة برضو بالجرانيت عالي الكثافة الكوارتس. كوارتس كان بياخد برضو الموجات الصوتية دي، بيستخدمها بقى في حاجتين، والحاجتين دول برضو يعني انا شرحتهم باستفاضه على الصفحه، وممكن اشرحهم تاني. استخدمها في حاجتين. اول حاجه توليد الطاقه الميكرويه عن طريق اللي هي الكوارتز، وزي ما قلنا البيزو الكتريك افكت اللي هو بيقوم ناشئ عنه مجالات مغناطيسيه، بيقوم عاملين توليد، وده ملاحظه في غرفه الملكه، بيتعمل توليد كيميائي للهيدروجين، وبيتم ضغطه في شافت ضيق جدا واصل لحجرة الملك، فبتعرضه للمجالات المغناطيسية الكبيرة دي، بيأين ذرات الهيدروجين أو بيعمل لها اكسايتيشن أو إثارة. يعني ايه اكسايتيشن؟ يعني الذرة نفسها في حالة التوازن بتاعها بتبقى فيه نواة، وبيبقى فيه مسارات للإلكترونز. لما الذرة دي بتاخد مجالات عالية جدا أو طاقة عالية جدا، الإلكترون ده بيتنقل لمدار أعلى، فبتبقى الذرة في حالة إثارة. عشان ينزل للمسار الطبيعي بتاعه بيقوم مطلع فوتون عالي جدا، يعني بيطلع زي شعاع ضوئي او فوتون عالي الطاقة. تجميع الفوتونات دي هو اللي بيعمل الطاقة الميكروويه الهائلة اللي هي للهرم. فده كان معمول لها منظومة كاملة بحيث ان الهيدروجين ده يدخل يحصل له اثارة او يحصل له اكسايتيشن، وفي نفس الوقت يقوم مطلع بقى اللي هي الطاقة دي، بيتم تجميع الطاقة دي الميكروويه دي. الطاقه الميكروويه دي بيعملوا بيها ايه؟ الطاقه الميكروويه دي مماثله اولا يعني بيعملوا بيها كذا حاجه نتكلم عنها، بس دي مماثله بالظبط لاستخدام سلاح حرب. دي مماثله بالظبط. ليه؟ سلاح حرب مبني على ايه؟ مبني على برضو نفس الفكره، وتوليد الطاقه الميكروويه وتسليطها لطبقه الايونوسفير. بس البنات الاهرامات كانوا بيستخدموه للصالح، انما كسلاح حرب يستخدمه للسيطره والتدمير والبتاع. بس هو نفس النظريه، ان هو بيقوم مطلع. احنا ممكن برضو بمناسبه الموضوع ده في فيديو اللي هو ذا هولي جريت فورتكس، هارب. الفيديو ده بيوضح يعني ان منظومه سلاح حرب متاخده بالظبط من فكره توليد الطاقه الميكرويه في الهرم الاكبر. هو فيديو اسمه The Holy Great Vortex حرب. ده هنا بنشوف طبعا الجريد اللي هي بتاعت الشبكة العادية بتاعت النقاط الدوامية على الأرض، وإن الهرم أصلا زي ما قلنا هو مبني على نقطة أساسية ما
اللي هي النقطة الدوامية الأساسية، نفس فكرة سلاح حرب في توليد الموجات الميكروية هي نفس فكرة الهرم. وكان الموجات الميكروية دي لها كذا استخدام بالنسبة للهرم، لكن بالنسبة لسلاح حرب وبرضو الهرم ان هم كانوا بيسلطوا على طبقة الأيونوسفير اللي هي الخاصة الغلاف بالأرض، الغلاف الجوي. لما انت تسلطوا على طبقة الأيونوسفير، الغلاف الجوي، يعني هي طبقة في الغلاف الجوي. الطبقة دي لما انت تسلطوا على بقعة معينة بتقبل ان يتم شحن طاقة عالية جدا جدا جدا، بتفضل تشحنها 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 بالطاقة الميكروية دي، بتستخدمها بقى اكثر من استخدام، يعني اكثر من استخدام. هم دلوقتي هو مثلا ده كانوا بالطاقه بتاعت الهرم كانت بنفس الطريقه اللي هو بيتم تسليطها على طبقه الايونوسفير. هي كان لها كذا استخدام، مش بس كده هنتكلم فيه دلوقتي، بس هي نفس فكره منظومه سلاح حرب. بتسخن بقى طبقه معينه، بس الحرب اللي واخد منهم مش هي اللي نفسها. بتسخن طبقه معينه في في في, في طبقه الايونوسفير، بعد كده بتوجهها بقى على حسب اللي انت عايزه. انت عايز مثلا سلاح حرب دلوقتي بيقوم عامل زلازل، يقوم عامل بتاع، ممكن يستخدم في السيطرة على العقول بالطاقة المغناطيسية. هي نفس اصلا فكرة التوليد الطاقة والكذا في الهرم. لكن لما جيت اتكلم على الموضوع اللي هو بتاع الرنين، طاقة الرنين وسيستم برضو احنا معلش ممكن توقف الفيديو في الحتة دي بعد اذنك، دي نقطة مهمة جدا برضو في الموضوع بتاعنا. ان ده لما انا كنت بقول دلوقتي في بداية توليد الطاقة الميكروية كان بيتم استغلال طاقة الرنين وعملها كطاقة ذبذبات صوتية عالية اللي هي سونيك انرجي، او وكانت دي بتستخدم بتستخدم لحاجتين عشان يعمل في حاجتين. بتستخدم لحاجتين، اول حاجة توليد الطاقة الميكروية عن طريق الدخول لغرفة الملك وتأثير البيزو إلكتريك وتوليد المجالات المغناطيسية ودخول الهيدروجين المصنع من غرفة الملكة والكذا والكذا، وبالتالي تتولد طاقة ميكروية. لكن لها بقى استخدام آخر برضو. استخدام الآخر إن هذه النبضات أو هذه السونيك إنرجي أو الطاقة الصوتية كانت بتستخدم كنبضات صوتية لعمل ما يسمى الليفيتيشن أو عكس الجاذبية الأرضية، ودي كانت الطريقة اللي تم بيها استجلاب أحجار الأهرام وأحجار المعابد اللي هي الضخمة والعواميد اللي هي مقامة من كتلة واحدة والمسلات المقامة من كتلة واحدة. طب إيه علاقة ده بالصورة؟ النقطة بقى إن اللي عندنا في الشمال ده اسمه عمود الديجيت. عمود الديجيت ده كان له أكثر من استخدام. هو كان بصورة عامة عبارة عن كويلات اللي هي بتستقطب الطاقة اللاسلكية اللي كانت بتولد من الهرم، الطاقة الكهربائية والطاقة اللاسلكية اللي بتولد من الهرم. كان بيحصل ايه؟ ان في اثناء يعني لما يبقى في محطوط الاله جيب تحت، معناه ان هو هنا متوصل ارضي. يعني احنا كنا ما بنفهمهاش كويس، بس هم كانوا عندهم الفراعنه كانوا بيعملوا بطريقه الرسم، او بيعبروا عن الحاجه بطريقه الرسومات. فعمود الديجيت دخل معانا في كذا حاجه، ودي من احد يعني ده موجود، ده بيستقبل الكهرباء، يعني ده بياخد الكهرباء يحولها، بياخد الكهرباء اللاسلكيه بياخدها هو بالظبط. بيعمل كجالب او للطاقه، وكان بتوصل الطاقه دي. وكان في بقى اللي عندنا الناحيه الثانيه ده عباره عن ريسيفر وبيعمل كاتيونر، عارف لما يبقى فيه اتنين انتنة للطاقة، اتنين انتنة للطاقة، هو ده بالظبط. فحتى هما كانوا شارحين في كتاب اسمه كتاب حبك ان دوت كانت يتم هما شارحينها كمان، يعني مش احنا كده فهمناها كده، ده هما المصريين قدماء المصريين شارحينها في اكثر من بردايه، وشارحينها في كتاب حبك، وشارحينها في استخدامات عمود الديجيت، وشارحينها في كذا حاجة. ان كان بس طبعا احنا التفسير بتاعنا او ان احنا بنبص مش عارفين نفسر هو اللي خلانا ما نفهمش. لكن هما كان بيقول ان الطاقه الكبرى كان بيستخدمها صندوق اوزوريس لجلب احجار الاهرام عن بعد
وكان بيستخدم عمود الديجيت وكان بيستخدم الناحية التانية اللي هو الريسيفر ده كاتنين أنتنة للطاقة لتقوية الطاقة لأماكن بعيدة اللي زي المكثفات دلوقتي بتاعها اسمها بيسموها الحاجات اللي بتسلي. يعني نفس فكرة الكهرباء اللاسلكية اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي ونفس فكرة الكويلز اللي هي بتدعم توصيل الكهرباء لبعيد تستقبل الكهرباء اللاسلكية. كان بيتم شحن الحجارة بالكهرباء اللاسلكية بحيث تعادل الكهرباء العادية الطبيعية للأرض فتتحرر اللاسلكية وفي نفس الوقت عن طريق الموجات الصوتية كان بيتم اللافيتيشن بنفس النظرية اللي احنا مثبتينها في الكام سنة اللي فاتوا اللي هي طريقة شيل الحاجات التقيلة جدا باللافيتيشن. الطريقة دي مثبتة برضو في المية ومثبتة برضو لقوها نفس الطريقة دي في هرم البوسنيا اللي هو اللي اكتشف ان هو يعادل حجم الهرم الأكبر وكان برضو فيه توليد كهرباء. فالطريقة دي مثبتة في أكثر من أهرامات، الطريقة دي مذكورة في أكثر من بردية وفي نفس الوقت مذكورة في كتاب حبك وعمود الديجيت ده كمان يعني عليه علامات كتير جدا وعليه أمور كتير جدا لأن كان في حاجة بتتعمل في مصر القديمة اسمها طقوس، الطقوس الخاصة بعمود الديجيت. في حاجة غريبة جدا أن عمود الديجيت ده في جميع الطقوس لأنه دايما بيتحط مماثل لميل محور الأرض بنفس زاوية ميل محور الأرض وان هو الجالب للطاقه وكان بيوصف ان هو الجالب للطاقه وان كان بيوصف ان هو حمى مصر من امور عظيمه وخاصه كان في برديه بتقول على تدمير جزيره كانت تسمى جزيره النار وان باستجلاب الطاقه عن طريق عمود الديجيت تم حمايه مصر من فتره كان فيها عواصف وكان فتره فيها كذا مما يدل على ان هم استخدموا برضو زي يعني نفس فكره كهرباء بنفس فكره سلاح حرب اللي هو بس